الصوت مرة مشوش يا اخوي. لا متنكر استاذ، ايش؟ اسالني. طيب سامحتك. والله مشوش ما اسمعك حبيبي. سامعني الان؟ الو. ايه ممتاز كذا ممتاز، حياك الله طيب يا هلا. انا ما سويت. طيب نبدا. بسم الله. بسم الله طيب ابدا. بسم الله نقدمك شويه بس يعني. تفضل حي تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نرحب بكم في دورية مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء لتهديف الثقافة الشخصية، ارتقاء بالمستوى المعلوماتية، واستضافة متخصصين مؤهلين لتقديم الإجابات التخصصية تطوعية وليس الشهادات. الناس الأغلب الناس بحثنا أساتذة عادي داسمش. معنا ضيفنا الدائم الدكتور عبد الله الوجيه، رئيس مجموعة الوجيه للمحاماة، وهو ضيف دائم أسبوعي ما شاء الله على قوة الله بالله معنا. لن أضيف، فما شاء الله هو الضيف ونحن المضيفين يعني، أو هو المضيف ونحن الضيوف. الله يحفظك. ضيف معك دكتور، الله يسعدك. الله يرحمك. بسم الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تفاق. والحمد لله رب السماوات والأرض يسمع دعاء العباد ويجيب لكرمه لعباده المقربين، يغفر لمن استغفر ويرحم من استرحم ويصلح الحال، وهو أكرم بالعباد من أنفسهم جل وعلا. والصلاة والسلام على أشرف عباده المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نتطرق اليوم في موضوع الكفالة، مع أن قد تكلمنا من سابق في الكفالة والوكالة، لكن ربما نتكلم اليوم بإسهاب، وبعد ذلك نستمع لأسئلة الحاضرين. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالوكالة. الوكالة هي تفويض من يتولى القيام بأمر غيره بالمعنى العام. والوكالة بالمفهوم الإسلامي نوع من المعاملات في علم الفقه، وهو تفويض شخص فيما يفعله نيابة عنه في حياته، وتتكون من موكل ووكيل وممكل فيه، وصيغة وكالة مطلقة أو مقيدة وفق معايير شرعية قانونية، وتتضمن عدة معاني. أما الوكالة في اللغة هي تفويض، هي في اللغة العامية هي أن توكل شخصا في أمر معين، أو توكل شخصا في وكالة تجارية، أو توكل شخصا في سفر، أو وكالة في ائتمان أو استثمار أو غيره. ونختص في مجالنا وكالة المحاماة وهي القانونية، وهو اتفاق رضائي بين محام وموكله بقصد تمثيله أمام المحكمة في قضية معينة أو عدة قضايا. من ذلك أحببنا أن نوضح القاعدة الفقهية، كل ما جاز للإنسان التصرف فيه جاز أن يوكل أو يتوكل فيه، فهي عقد جائز من عقود التجارة، من عقود التعاملات بين الناس. أساس الوكالة مبنية على الثقة المتبادلة، والوكالة فيها بعض الأمور أحببنا أن نوضحها للمطالبات الشرعية، ما يختص المحاماة والبيع والاستثمار التجاري كإجارة الشقق وغيرها. الوكالة الشرعية فيها ما المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها، ويليها الإقرار. نحب أن نوضح للناس ملاحظة الإقرار أن يكون محدداً وغير مطلق لحماية الموكل، وكذلك الإنكار لا مانع فيه. أما الصلح كذلك يحبذ أن يكون مكتوباً بالموافقة من الموكل حتى لا يتم صلح غير مرضي عنه، وكذلك التنازل. في الوكالة يكتب تنازل، لا بد أن يحرص الموكل أن يحدد نوع التنازل في ماذا، وأن يكون غير مطلق لكي لا يقع فيه خطأ. أما إذا اتجهنا إلى العقار في البيع مثلا، فلا بد أن نحدد نوع العقار أو السيارة أو السلعة وقيمتها تحديدا كاملا، حرصا على الحفاظ على صدور الوكالة بالصورة الصحيحة التي تحفظ حق الطرفين. وكذلك في الاستلامات المالية تحدد مثلا في حالة مثلا إيجار شقة أو استلام حقوق من غير أو غيره بصرف شيك مصدق باسم الموكل، ويتأكد بتحديد شيك مصدق لسلامة المعاملة التجارية الموكل بها.
ويستحسن أن تكون الوكالة محددة في جميع المعاملات التجارية كإدارة المنشأة في مجال معين أو غيره. يحرص الشخص أن يكون حريصا في هذه الأمور حتى لا تقع مشاكل في مستقبلية بسبب إصدار وكالة بطريق الخطأ أو خلافه. أما إذا دخلنا على الكفالات، فالكفالات هي طبعا الوكالة، هذا بالنسبة للوكالة قد تكلمنا من سابق ولكن الآن أحببنا أن نكرر ونطرق إليها، لأن الكفالة مربوطة دائما كذلك قريبا منها الوكالة، فأحببت أن أتكلم عن الوكالة أولا ثم الكفالة. الكفالة باللغة هي معنى الالتزام، يقول تكفلت بالمال أي التزمت به وألزمت نفسي، وهي من قوله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وضم اليتيم إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. والكفالة في الشرع التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة أو نفس. والكفالة في الإسلام مشروعة في الإسلام، وقد استدل بها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من القرآن ففي حكاية يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، كما قال كما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة، وقال ابن عباس الزعيم هو الكفيل. والدليل من السنة كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم. وأما في الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة واختلفوا في الفروع. الحكمة من مشروعية حاجة الناس إليها، الكفالة الناس تحتاجها، فلا يتطمن البائع إلا بكفيل، وهي عقد وثيقة وغرامة مالية تسير في ذمة الكفيل في حالة قبوله بها. وقيل من سابق أنها هي حقيقة في البداية كرامة، هو أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة، فيجب على الكفيل أن يكون مستعدا استعدادا تاما للكفالة. أما أركان الكفالة فهي ركن واحد إيجاب وقبول، وذهب بعض الأحناف من الشافعية قالوا أنها خمسة أركان، وهي الكفيل والمكفول والمكفول عنه والمكفول له والصيغة الكفالة. أما شروط الكفالة أن يكون أهلا لها، وذلك بالغ عاقل حر رشيد، فلا تصح من صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو بدين. والكفالة أنواع، منها كفالة المال وكفالة نفس وكفالة حد. والكفالة حقيقة هي من أصعب المعاملات في الإسلام، حيث أن الشخص الذي يكفل الشخص بالنفس كمثلا نقول كضمان إنسان عن حد من حدود الله أو غيره، فاختلف العلماء في هذا الباب وقالوا أن الكفالة تثبت حتى في حدود الله كحد الخمر والزنا والقصاص وغيره، إلا أن الحنابلة عندنا قالوا أنها لا كفالة في غرب. والكفالة أنواع، منها كذلك الكفالة في المال، فالكفالة المالية تثبت في ذمة المكفول بمجرد قبوله ذلك، ولا تسقط عنه حتى يسقطها الأصيل صاحب الدين. هذا مجملا ما هو معنى الكفالة من أمور. والكفالة في المتعارف إليها لدى العامة كفالة حضورية وكفالة مالية. أما الكفالة المالية فمعروف أنها كفالة بالمال كامل، أي كان في مبيع أو في دين أو في ضمانة سلعة أو غيره. أما الكفالة الحضورية هي تكون في البداية لا مانع تكون حضورية، إلا في حالة إذا تعذر أو عجز الكفيل عن إحضار النفس فإنها تتبدل إلى كفالة مالية، وهذه الخطورة في الكفالة الحضورية تحولها إلى كفالة مالية. هذا ما أحببت أن أذكرها اليوم عن الكفالات والوكالة، وإذا في سؤال أو في شيء أنا جاهز إن شاء الله. أحب جميعا، حياكم الله. الله ينفع بك سلمى،
في مداخلة بدها داخل بس حاضر أبديك على نفسي. طيب حاضر يا حمدي أبشر. تفضل يا سلمى معاك المايك. عليك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله. سلمى الله يسعدك، جنبك جهاز بيشوش عليك، يمكن شغالة على اللابتوب على الجوال فعشان كده بيسوي صدى. أو لا شوش زيادة. أنسوا إذا أنت شغالة على اللابتوب أنسوا السلك حق اللابتوب وأشبكي تاني حق السماعة. الجوال فقط. طيب والله يشوش. طيب سامع شيء يا دكتور؟ اسمع تشويش، ماني سامع شيء والله. والله حتى انا ماني سامع شيء يا بنتي. سؤال لحظه شوي. طيب طيب تسمحي لي اقترح اقتراح يا بنتي؟ لا اخرجي ثاني وادخلي ممكن يزبط معك. دكتور عنين تجهز اختنا سلمى. في سائل يسال هل الوكالة أخرج يا بنتي سلمى الله يسعدك مرة من البرنامج أخرج ثاني سجدي ثاني يمكن يزبط معك، هل الوكالة أفضل تحدد بوقت معين يعني تكون محددة فرضا شهر شهرين سنة إيش ما يكون؟ إيه نعم، الأفضل فيها أن تحدد بحسب الحاجة لها، وفي حال انتهاء الحاجة تلغى مباشرة. والإلغاء صار سهل جدا عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميل، جدا صارت سهلة وزارة العدل. سابقا كانت متعبة لازم تروح كتابة عدل، الآن لا بكل سهولة تلغى الوكالة. يحرص الشخص أن يكون وقتها بانتهاء تنتهي مباشرة. حلو. وكل ما كانت محددة كل ما كانت أسلم للطرفين. أسلم للطرفين وأسلم للمعاملة التجارية. حنا حرصنا أن نأكد عليها اليوم أن تكون محددة. صحيح. في كل بند من بنودها. صحيح. طيب أنا حأجل مداخلاتي. سلمى ما زلت لك الخيار بس خليني أشوف مصطفى. مصطفى المايك معك يا أخي، فك المايك ما عندك مصطفى لو سمحت. مصطفى أقبل فك المايك أو فكه من عندك. مظبوط أتوقع. بسم الله المايك عندك مصطفى. استفسارنا بس بخصوص أهم النقاط اللي نركز عليه في حالة اللي هو الشركة في المنشآت التجارية والمحال التجارية، ودنا نعرف يعني أهم النقاط يعني نأخذ بالنا من. شكرا جزيلا. سلام دكتور. حياك الله مصطفى. السؤال واضح، في حالة عمل شركة ويكون فيها شركاء لابد أن تحط قواعد الشركة كاملة، منها أولا العمل، رأس المال، طريقة العمل، القائمين بالعمل، أموالهم، وقت التوزيع، طريقة العمل. هذه أشياء أساسية حتى لا تختلف الشراكة. من أسوأ أعمال الشراكة هي أن لا تحدد البنود ويكون فيها مجاملات من بدايتها. لابد في حالة الشراكة أن توضح جميع النقاط الأساسية في الشركة، كاسمها التجاري، كرأس مالها، كالداعمين، كالعاملين وأجورهم، حتى لو كان شريك لابد إن كان يأخذ من المال لابد أن يوضح له مال شهري كراتب أو غيره، حتى لا تختلط الأموال في بعضها وتختلف النفوس وتختلف الأعمال. هذه أكبر مشكلة تواجهنا في الشركات دوما، إنه شخص دافع والشخص الآخر دافع ولكن يعمل. فطريقة العمل لابد أن تحدد، إذا مثلا شخص جاب مشروع يكون له قيمة إحضار المشروع، الشريك هذا لابد أن يكون له نسبة في هذا المجال أو مبلغ مقطوع. إذا كان يقوم شهريا بالدوام مثلا في الشركة والشخص الآخر لا يدعم، لابد أن يكون له راتب مقطوع معروف بين الشركاء حتى لا تختلط الأموال ويختلط النفوس وتنهى هذه الشراكات. هذه أكبر بندين دائما نجد فيها المشاكل في الشركات وتسبب إلى تصفية الشركات بين الشركاء، وهي عدم توضيح المهام من الأول إلى الآخر، وكذلك توزيع الأرباح وطريقة الربح وطريقة العمل، كم يوزع وكم يبقى وكم في حالة الخسارة، كيف الدفع وكيف الطريقة. لابد أن تحدد الجوانب الوردية والجوانب السيئة في الشركة منذ تأسيسها حتى في حالة فشلها، لابد أن تحطت نقاط الفشل وعلاجها قبل العمل حتى لا يتفاجأ الشركاء في المستقبل بخلافات تسبب انهيار الشركات بعد ما يمشون مثلا مرحلة كبيرة جداً.
ومرت علينا شركات نجحت في الأول وصلها اسم وفجأة انهارت بسبب عدم وضع القواعد الصحيحة في بداية العمل. هذا فيما يخص الشركات. واضح يا حبيبنا مصطفى. طيب هو خلينا نلخص كلامك يا دكتور، إنه الآن محمد منشاوي عبد الله الوجيه دخلوا شراكة، فرضا على سبيل المثال يعني محمد حيقوم بالإدارة، يجب أن أحدد إيش المقابل المادي لمحمد مقابل إدارته أو جلب مشاريع أو شيء، بحيث يكون كل شيء واضح منفصل. لو يا محمد جبنا شروع لك 5% نسبة 2% إيش ما يكون، لازم كل التفاصيل حق الأعمال والمهام تكون موضحة بالشراكة. هذا الكلام اللي تقوله يا دكتور صحيح؟ صحيح، هذا هو أهم شيء. هذا نعم أهم شيء، إنه يكون في مثلا في شخص يقول لك أنا أعمل هو لا يعمل، كيف النسبة تكون سوا؟ هذه من أكبر مشاكل الشركات. صحيح. هو أغلب الإشكال اللي بيصير أنت تعتقد وأنا أعتقد والشيء اللي بيحصل غير اللي فسوء مو عدم وضوح الرؤية من الطرفين، هذا سبب الالتباس اللي بيصير أغلب من كل الأمور حتى في أمور الحياتية. يعني أنا أظن أنت تظن شيء وأنا فلا، يعني لابد كل ما أفضل تكون واضحة جدا ومفصلة ومكتوبة. حتى المبلغ يكون الراتب مثلا محدد، نبدأ بثلاثة آلاف مثلا، نقول 3000 بعد سنة إن نجحنا نوصل 6000 وبموافقتكم، يعني يكون في توقيع بعد سنة إذا زاد العمل علي أنا أسوي اجتماع طاري مثلا في خلال السنة، ما كملت ما بكمل سنة العمل سيأخذ وقت كثير مني، أبغى أزيد مبلغ راتبي، هذا من حقه. فلا بد يكون بين أمور واضحة في الزيادات والأخذ والعطاء، لأنه إيش المشكلة؟ يقول تفاجأ أنت كيف تأخذ راتب مثلا، يقول تفاجأ إنه يأخذ راتب 40000 من الشركة، من أي حق له يأخذ من رأس مالي؟ هو يفهم من رأس ماله، هذا يقول يفهم من الأرباح. صحيح. يقول أنا بتعب، فمشكلة. برضو المشكلة صحيح. الثانية في حالة جلب العمل، أنت مثلاً أنا وأنت شركة زي ما تفضلت أخوي محمد. نعم. أنا جبت مشروع، أنت ما حسبت لي نسبة المشروع، ولكن أنت بتشتغل، فأقول لك أنا لي نسبة في حقة جلب العمل. المشروع هذا له نسبة معينة، له مبلغ معين مقطوع لا بد أن يوضع بدون مجاملات، لأن صحيح. هي المجاملات في البداية تسبب فشل الشركات في الآخر. هي المشكلة. سلمى بحاول فك لك المايك يا بنتي، ما تتقبلي، فك المايك، شوف اللي عندك الان، انفك المايك، تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير استاذي استاذ تركي واستاذ امن، بارك الله فيكم، جهودكم ميزان حسناتكم يا رب العالمين. آمين. شكرا استاذ الدكتور اللي قدم لنا هذه الدوره، جزاه الله خير عليك، حياك الله. تفضلي. سؤالي يعني سبحان الله من خلال اجابتكم الان مع الشخص في الشركات، فإن شاء الله حصلت إجابة وجزاكم الله خير وما قصرتوا، شكرا جزيلا. طيب. بالسلام. بالسلام. يا مرحبا، حلو وسهلا. هو في سؤال يا دكتور في الشات يقول هل ينفع أن يلغي الوكيل أو الوكالة دون علم الموكل؟ إيه ينفع، ما في مشكلة، إذا انتهت الوكالة ولا يوجد بها عقد مربط، يعني ما يوجد بها عقد مثلا، كيف أشرح النقطة هذه؟ أنت اتفقت مع مثلا محامي أن يقوم بمعاملة معينة، له أجرة في المقدم وله أجرة مؤخرة. فجأة أنت جيت كذا لقيت القضية ماشية في مسار صحيح لك، أو لقيت الأمور كلها في تمشي حسب ما تريد، وحبيت أنك تكمل في الخطوة الأخيرة، أو اتفقت بصلح بينك وبين الخصم قبل أن تنتهي القضية، فلا يحق لك فسخ الوكالة حتى ترجع إلى صاحب العقد المبرم بينك وبينه عقد، وتنهي ما بينه ثم تلغي الوكالة حتى لا تسبب خلاف. حلو. هو لعله يجيب نفس السؤال حق السائل أو السائلة، ما دي والله ماني عارف أقول الاسم بالإنجليزي، هل يحق للوكيل مطالبته بمبلغ مالي من قبل الموكل لقبوله الوكالة؟ لا كيف طالب ما فهمت؟ أنا فهم عمليا، أنا جيت أوكلك غير محامي، المحامي معروف له أتعب، أنا جيت أوكلك في أمر ما، أنت تقبل وكالة بمقابل مادي أو حبي، يبدو لي أنا معلي يعني من حقه إذا يبغى أنا بخدمك، يخدمك حبيا يخدمك ماليا، إذا فهم إذا مفهوم السؤال زي كده صح يعني. واضح السؤال. إذا كان هناك اتفاق مالي على هذا العقد سواء كتب أو لم يكتب فإنه يستحق هذا المال، أما إذا لم يكتب ولم يتفق الطرفان فتذهب إلى المحكمة وتقدرها هيئة الخبراء أجرة المثل، اللي هي بمعنى أن أجرة المثل هي كأجرة المحامي،
في امتياز هذه المعاملة أو غيره، ولكن حلو. لا تصل لأجرة المحامي، ولكن أجرة المثل تقدر في هيئة الخبراء حسب ما ينظرون في القضية وتفاصيلها أو الأمر الموكل به وإنشاؤه وإجراؤه. بمعنى أنه يحق لمن يوكل أن يطالب بمقابل مادي من حقه، مقابل إنجاز عمل وليس صحيح وكالة صحيح 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 نعم صحيح. طيب السؤال نفس السؤال، هل يحق للوكيل أن يوكل شخص آخر عن نفس المعاملة؟ لا يحق له أن يوكل شخصا آخر إذا أبرم مع الشخص الأول عقدا، فإن هذا من باب التجاوز ومن باب الازدواجية التي تسبب خلاف بين الأطراف. لا بد أن يفسخ الوكالة من الطرف الأول ثم يوكل الطرف الثاني إذا كان في عقود. إيه إذا كان في عقود أكيد أيه. ما في أحد يوكل أحد إلا بعقد أو اتفاق معين. أيه. لكن فرضا دكتور لا فرضا أنا أكلت أخويا يعقب لي على فرضا يعني ما هي ذات شان، وحصلت واحد ثاني ممكن يساعدني وكلته، فما أظن فيها مشكلة يعني إلا إذا كان لا ما فيها مشكلة أيه. يعني في الأمور العامة هذه، لكن أمور محاماة أمور فيها عقود والتزام ما ينفع. لا صحيح هذه ما ينفع صحيح صحيح, صحيح. صحيح. طيب أخونا مصطفى بس ارجع لسؤال يقول هل ممكن أحصل على نماذج من عقود الشراكة؟ ما في مانع ما في مانع، ولكن لابد تحدد نوعية الشراكة، إيش الشراكة في إيش المنتج، وممكن نزوده فيها ما عندنا مانع. طيب أخوي حسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السؤال يا دكتور معلي، الفرق خلينا نرجع من الوكالة إلى الكفالة، الفرق بين الكفالة الحضورية والكفالة الغرمية أو الغرم والأداء. الكفالة الغرم والأداء تشمل المال والمعاملات وكل ما فيه حق مالي، هذه هي الكفالة الغرمية. أداء غرم سواء كفالة في مال في بيع في سيارة في أمر، فإن الشخص الكفيل يكون ملزم إلزاما تاما في حالة عجز الأصيل عن السداد أو تهرب عن السداد. أما الكفالة الحضورية هي إحضار الشخص أمام جهة معينة كشرطة كجهة أخرى أيا كانت الجهة، فهذه الكفالة الحضورية إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول فإنه يغرم ماليا لو كانت المعاملة مالية. وفي بعض المذاهب بالنسبة للحدود حتى لو ما نص عليها دكتور، حتى لو لم ينص عليها عجيب. إذا عجز عن إحضار مكفوله فإن الكفالة الحضورية تتحول إلى كفالة غرامية غرمية وليس غرامية غرمية. طيب واضح واضح الكلام. طيب سلمى زوجة يريد تواصل معك دكتور، في إيميل أو رقم تواصل تحطه؟ ما في مشكلة، يرجع بعدين للكنترول عندكم ويعطوا الرقم. طيب حاضر. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب محمد. طيب موضوع الآن يعني في الوكالات يعني في مصطلحات دائما الكثير يجهلها يا دكتور، يعني قد يكون تطرقنا عليها بس حبذا لو تطرقنا إلى أخطر هذه العبارات اللي بتكون عامة والكثير يجهلها. أخطر عبارة في البيع وهي بيع العقار بدون تحديد. أخطر حاجة بيع العقارات. لابد أن يوضح العقار وقيمته واستلام مبلغه بشيك مصدق باسم الموكل. هذا لابد أن يوضح بهذه الطريقة حماية لمن يعمل وكالة، أن يكون شيك مصدق باسمه ويكون محدد في عقار محدد وليس مفتوح لجميع العقارات. وإن كان مفتوح لجميع العقارات يشترط أن تصدر الشيكات باسمه مباشرة بشيكات مصدقة وليست شيكات مصرفية عادية حتى يحفظ حقوقه في هذا في هذا الأمر. أما من ناحية الأجرة كذلك في حالة الإيجار، من ناحية الإيجار برضو كذلك في حالة تأجير الوحدات السكنية وغيره لابد أن تكون شيك مصدق حفاظا لحقه. أم وكذلك المبيعات إذا باع مثلا أي شيء من سلعة أو غيره أو شركة أو عين معينة
تكون بشكل مصدق. هذا أخطر شيء في البيع. أما في المحاماة فلا بد أن يكون حريصا في بند الإقرار، لا بد أن يوضح الإقرار في ماذا حتى لا يقع في خطأ الشخص الموكل، ولا بد أن لا يعطى الإقرار إلا من يثق فيه، ليس أي شخص يأخذ الإقرار. الإقرار ومنه الإبراء كذلك ومنه التنازل، هذه أهم ثلاثة بنود مهمة جدا أن تكون لدى الشخص الموكل تقييد واضح وصريح فيها. لا بد أن تكون مقيدة حتى لا يقع الشخص في خلاف لا سمح الله أو سوء عمل بها أو غيره. هو غالبا تجي الإقرار، الإنكار، الصلح، يعني الواحد بالأمانة يجهل معناها. أيوه يجهل معناها إيش هي يعني. الإقرار معناته قد يقر عليك بجرم أو مبلغ أو 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 شيء يعني. صحيح. مشكلة. نعم يقر. أنا مثلا أقول صحيح أن موكلي في ذمتي مثلا نقول 2 مليون، فيقر بهذا. نعم. الشيء لابد أن يكتب الإقرار في مصلحة الموكل أو الإقرار فيما يخص القضية الفلانية تحديدا. نعم. كعقد أو غيره، لا يدع مفتوحة إلا إذا كان تعامل مع محامي ثقة أو غيره. لأن لا يفهم هذه الأمور إلا المحامين، أما الناس العاديين فصعب إنهم صعب إنه تعطيه الإقرار لأنه قد يضر بك أمام القضاء وهو لا يعلم أنه قد أضر بك. طيب ماشي. مصطفى بيقول مشروع حداد ومحل خضار، يعني يبدو لي ما في مشكلة وكالة تحدد أو شيء من كده، صحيح؟ لا بسيط. إيش هي وكالة؟ يبدو لي ما أدري والله. هو على السؤال الأول المشروع حدادة ومحل خضار أظن وكالة بيقصد فيها، صح يا مصطفى؟ ما عليه، خلنا شيء نوضح الله أسألك. نرجع لمصطفى تاني إذا أوضح سؤاله. شيخة أو شيء من كده، عقود يبقى عقود لمحل حدادة وعفن أيوه وخضار. العقود الطلبة يحدد الشركاء ومهام. نعم. كل شريك يكتب الآن حتى لو معك على الخط الآن يسمعنا. يكتب أول شيء يحدد رأس المال. نعم. موقع العمل، أسماء الشركاء، حصة كل شريك، مهام كل شريك، الصرف كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر مراجعة الحسابات المالية. ويكون ذلك ليس شفهيا، كله كتابة. فليحرص الشركاء على الكتابة كل 6 شهور أو كل 3 شهور يكون لهم اجتماع شركاء ويسوي حساباتهم أول بأول ويحطوا أمورهم ضروري بمهام كل شريك. في شريك ممول، في شريك ممول ويعمل. نعم. ما هي أجرة الذي يعمل؟ كم أجرته الشهرية؟ حتى تتم الشركة بسلام إن شاء الله. صحيح. كل ما كانت واضحة الأمور كل ما كانت أريح بالأخير. إيه، لأنه الخلاف دائما تفاجئ، يجي مثلا بعد 6 شهور أو سنة يتركها سنة، يجي بعد سنة يلاقي مثلا خصم 300,000 أو 200,000، يقول ليش هذا؟ يقول هذه رواتبي. طب من قال لك أنت رواتب؟ ما اتفقنا، أنا أبغى راتب زيك. يقول أنا أشتغل. صحيح. أنا أشتغل. فهنا هذا الخلاف. صحيح. من هنا. أهل أول يقول يا دكتور إلا أول نور آخر سلامه، يعني خلاص. إيه؟ وضح أمورك بالتفصيل الممل، حط أدق التفاصيل خلاص ترتاح ويرتاح. حطوا كمان نسبة مهمة جدا في حالة مثلا هذا يقول مشروع حدادة. نعم. شخص مثلا استطاع أن يجيب مشروع في مدرسة أو في مركز أو مستودعات، فلا بد أن تحط نسبة، يقول في حالة جلب مشروع أنه في حصة من الأرباح مثلا 30% للذي جلب المشروع ضروري، سواء كان من الشركاء او من غيرهم، او 20% او 10% او 5%، ايا كان ايش ما يكون. نعم. ما يكون، بس لابد توضح جميع الامور التي يتوقعوها مستقبلا. في حاله الخساره لا سمح الله برضو يوضحون في حاله الخساره، اذا خسرنا 3 شهور الاولى ثم 3 شهور الثانيه ثم 3 شهور الثالثه، فندفع من راس مالنا زياده، نضيف مثلا زياده دفعنا 100,000 فندفع 100,000 ثانيه. اذا كملنا سنه وما نجحنا مثلا نقفل الشركه ونوزع ما بتبقى من مال. لابد توضح الأمور هذه بينهم، ومين يقوم بإنهاء إجراءات الشطب التجاري. جدا مهمة رفع الميزانيات لوزارة التجارة، أصبحت من أصعب التعاملات الآن عدم رفع المعاملات لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل. فلابد في الشركات أن ترفع هذه المعاملة الميزانية لوزارة التجارة الزكاة والدخل حتى لا تفشل الشركة. وحتى في حالة الشطب لابد من تصفية الشركة عن طريق محاسب قانوني. فنظام الشركات نظام شوية دقيق وليس كالمؤسسات.
فلا بد الحرص فيه تماما، لأنه يترتب عليه التزامات أخرى. حتى لو لم تتم الشركة لا بد من شطبها وإنهاء إجراءاتها ماليا. ففي حالة عدم إنهاء إجراءاتها ماليا لا تشطب الشركة وتظل في ذمة الطرفين. في شركة في عام 1401 هذه مرت علي توها في السنة هذه عام 1440، تفاجأ الرجل نسي أنه عنده شركة أنشأها في عام 1401، الآن الزكاة والدخل طالب بمبالغ خيالية، يقول شطب، يقول ما شطبناها، نسيناها، تركناها. تعرف زمان كان يدوي، كله يدوي، ولكن صاروا حاسبوهم على شركة في عام 1401 مسجلة لدى وزارة التجارة ومسجلة لدى الزكاة والدخل، ويطالبوهم بأرباح 40 سنة من رأس المال المودع في الحساب. فهذه خطيرة جدا، ودحينها يعني هو يحاول يعني جبنا المعاملة يحاول يخاطب بالزكاة والدخل أن هذه الشركة نسيت من سابق، وأنه حتى في أحد الأفراد توفى من أفراد الشركة، هم أربع أفراد منهم واحد شخص توفى. فهم لازلنا في معاناة، دحين لنا يمكن تقريبا 8 أشهر لم تنتهي المعاملة بسبب أن الشريك أن الشركاء نسوا هذه الشركة وتركوها في ذمتهم. فليحرص من أسس شركة أن ينتبه إلى الأمور المالية وإصدار الميزانيات أول بأول ورفعها لوزارة التجارة حتى في حالة الشطب. هذا شيء مهم جدا في كل الشركات. هذا السؤال اللي يقودنا، إيش الفرق بين المؤسسة والشركة بالذات أنه الآن سمح أن تكون الشركة من شخص واحد؟ الشركة هي تكون في ذمة رقم محدد، رقم هوية مختلف تماما عن رقم الشخص، وتكون الشركة ضماناتها عليها، الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد ضماناتها عليها، لا سمح الله صار فيها أمر لا تدخل في أمورك الخاصة أو أموالك الخاصة. أما المؤسسات فإنها أصعب قليلا، حيث أن تدخل في الأملاك والعقارات الشخصية باسم الشخص. طيب إيش الالتزامات؟ يعني هل بس كده؟ يعني بمعنى واحد عنده مؤسسة، ايش المزايات معليه من خبره الدكتور؟ هل تنصح المؤسسه اخف من ناحيه الزكاه والدخل ورفع الميزانيات السنويه وكل ما يخص وزاره التجاره والزكاه والدخل، لانها زكاتها افتراضيه اما حسب الاعمال. اما الشركات لابد من توضيح الاموال ودخولها وخروجها، في شويه صعوبه من هذه الناحيه. ومن ناحيه الميزانيات لابد ان ترفع وزاره التجاره، حتى السجل لا يجدد في حال عدم رفع الميزانية، تجدد السجل، يوقف السجل، وتوقف الأمور المالية، وتثبت في ذمة الشركاء كل الزكاة والدخل لكل السنوات القادمة. طيب ماشي. شيخة تسأل سؤال يا دكتور. زوجة وكلت زوجة لشراء مزرعة على أن يكتبها باسمها، وهو خالف ذلك وكتب المزرعة باسمه، ما الإجراء اللازم اتخاذه مقابل هذه الزوجة، علماً أنها دفعت مبلغ كامل ويرفض أن يسجلها باسم الزوجة؟ ترفع عليه دعوة في المحكمة، مطالبة استرداد حيازة باسمها. إذا ما عندها إثباتات كيف؟ يحولت المبلغ باسمه وأصدرت وكالة للقيام بذلك، في هذه بينتين عندها على كلامها هي الآن. هذا كلامها، تقول أنها حولت مبلغ كامل وأنها سوت له وكالة. لا تقول دفعت، ما أدري عاد ما نقدن ولا إيش، ما أدري، ما حيكون الدفع. يعني أنا أتوقع والله أعلم ما حيكون، العقار دائما أسعاره غالي، ما حتكون ب20-30، حتكون 100 وما فوق أتوقع كذا والله العالم. ودائما لحد ما حد بياخذ فلوس كاش، كله بيحول أونلاين وكله عن طريق الشبكات وعن طريق البنوك، ما حد بياخذ كاش وسلم أحد كاش، ما أتوقع في هذا الزمان يعني. والله أعلم، قد يكون من قديم ربما، فلا بد يكون عندها دليل وعندها ما تبدا دليل. بالحل البدي اذا امكن يا دكتور، بالذات انه علاقه زوجيه يعني عشان لا تاثر الا تدخل الحل البدي. اذا رفض فلا، ما تسكت، من حق حقوق شرعي. نعم حق شرعي، هذا ليس له علاقه بالحياه الزوجيه، ليس له علاقه. صحيح عاد، بس قد يتاثر بعض الازواج سبحان الله، قد يتاثر. طيب افرض هي مثلا تشتغل 20 سنه صحيح من حقها، هي من حقها 100,000 فجاه أخذ عقار باسمه، بعد مثلا 5 سنوات سابها، راح العقار، راح الزوج. لا لحقت لا هادي ولا هادي، الله يصلح حالك، الله يحق الحق يعني. عند الله ما يضيع، عند الله ما يضيع، لا شك. طيب وليد، نعم فضل كمل الدكتور. بس حبيت أوضح أنه صراحة احنا كمحامين والله نرى شيء عجب. صحيح. يعني تخيل
زوجين تزوجوا في عام 1398. نعم. واختلفوا الآن وطلقوا الآن. وهي ترفع قضايا على زوج يقول أنا حولت له فلوس في السنة دي كلها أبغاها. فبعد 40 سنة يعني ففي في أشياء عجب تتفاجأ بيها وأولادهم رجال. صحيح. صحيح. يعني الولد يقول لك أبغاك تحلها نحلها ماني عارف أحلها بين أبويا وأمي وأمي تقول لي فلوس هذا حقتي أنا كنت أخذها فعشان كذا الأمور المالية هي سبب الخلافات دائما. والأمور الشرعية دائماً للدكتور لا تنسوا الفضل بينكم ولازم توثيق الأمور فليكتب بينها كاتب العدل لا أخجل سلمت زوجي سلمت أخويا سلمت مين ما يكون الكتابة توثق يعني لا تقول استحي لا ما عليه يعني أمور شرعية دي ما في مجال فيها صحيح الله يسعدك طيب وليد بيسأل مشروع تغليف هدايا هل ينفع له وكالة وكالة عن إيش مثلا ما فهمت ما إذا ما كان وكالة لإجراء حكومي كفتح رخص بلدية إيه غالبا هذه تيجي يعني التعقيب الأمور التعقيب نسميها هنا إيه ما في مشكلة طيب. الآن كله إلكتروني ما عاد في شيء يحتاج تعقيب أتوقع والله العالم طيب شيخة توضح إشكالية وخذها جديدة الآن دكتور الزوج توفى والمزرعة دخلت في الإرث الله يغفر له ويرحمه ترفع قضية على الورثة كلهم. أيوه. ترفع قضية على الورثة. هي أيوه. إنه هذه المزرعة لي أنا. هذه مشكلة عشان في الأساس ما تسجلت باسمه فالآن يعاني. أنا ما قلت لك أول هذه مشكلة. الله يستر إن شاء الله. طيب. ترفع دعوة على الورثة إنه هذا حق مالي وتجيب بياناتها الوكالة. وتجيب الحوال البنكي وتقول أنا حولت لزوجي أو أعطيت زوجي وتفاجأت بي أنه سجلها باسمه نعم وأطلب استردادها وتوثق أمورها قبل ما تكتب لو في أحد شاهد لو في أحد سامع لو في أحد ورقة لو في أي شيء مهمة يعني هذه تساندها أي بينة لابد أن تبرزها للقضاء لأن القضاء لا ينظر إلا ببينة صحيح صحيح طيب عبد المغني سؤاله يقول أحد الزملاء كان شغال مع شركة يسحب منها بضاعة حصل بينه وبين الشركة خلاف مبلغ ووقع لهم سند وكان بالعقد خطأ بالتاريخ يعني بدل ما يكتب 38 كتب 48 وحصل موعد يعني صار موعد بالمحكمة لجل الصلح ولكن على طول قال له المصلح روح للقاضي ولم يحصل شكوى اللي بعد كورونا أتوقع طرق النكت هل في مدخل له إنه جاء رسالة على جوال وفاتورة ولابد استعداد هناك مدخل للزميل. هو يقول يعني السند استحق في عام 1848. يبدو لي هو حسب يعني بدأ ما يكتب 38 كتب 48 وصارت طبعا قدم حسب ما كلام. طيب المغني زاد عندك مداخلة صوتية أفضل لك عشان بس نفهم منك أرفع يدك عشان فوق لك المايك. أنه ما لم يكن يعني الفتوى على المستفتي حسب ما أنت تقول فما نقدر نفتيك في شيء يعني أنت ترفع يدك وتفكر طيب بسم الله لا هذا مصطفى مو أنت يا مصطفى نبغى عبد المغني عبد المغني هيا بسم الله فك المايك عبد المغني فك المايك عندك يا بدي أو أقبل فك المايك أنا هاي عندك مفتوح تفضل المغني السلام عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. دكتور الزميل يعني كان شغال مع شركة ويأخذ منهم بضاعة ويعني بينهم تعامل تجاري يعني له فلوس عندهم وله فلوس عنده فحصل بينهم يعني تاتش خلاه يوقف الفترة ويكتب لهم شيك بحدود 600,000. فهم قالوا الشيك إنه يعني طبعا هو كتب الشيك على أساس إنه يصرفونه فما نفذوا يعني. الخصم حق البضاعة اللي عنده وكذا حصل بينهم المشكلة فاتفقوا على موضوع معين عند محامي كتب لهم سند إيصال ووقعوا ب 400,000 أظن كذا خصموا مبلغ ويجي له مبلغ عندهم يعني حدود 120 أو 180,000 كذا ما أدري والله فوقت توقيع الإيصال أو السند طبعا هو كتب 1438 طبعا هو على يعني على نية السداد بصراحة وهم كتبوا بالغلط يعني أعلى الإيصال أو السند 1448 فما قبلت المحكمة تقديم الإيصال ما تقبل فتواصلوا مع قاضي أظن أو لجنة صلح في جدة
عندما حصل يعني ما أدري هل المحامي مثلا يعرف الـ 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 القاضي هذا عشان ما ندخل في النوايا، ما يقول والله ما جلست على الكنب كويس، قال لي خلاص يلا 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 روح روح اطلع روح للقاضي احكم لك، ما ادري ما فهمت من الموضوع. فبعد كذا جلس يمكن حول شهرين ما جاء لا شكوى ولا جاء رساله ولا شيء. بعد ما دخلنا في كورونا، يقول اول ما دخلت كورونا ممكن اسبوعين ثلاثه جاني رساله بالمراجعه، طبعا ما قدر يراجع ولا عرف الطريق كيف يراجع. بعد كذا جاء حكم على طول مباشره بالسداد، الغى الحكم، رجع مره ثانيه نزل عليه في ابشر يتابع ابشر، حصل نزل الحكم وبعدين اللغى، بعدين رجع مره ثانيه بايش بالفاتوره، يعني نزلت فاتوره ولغت ورجعت الفاتوره مره ثانيه. فما ادري كيف الطريقه، يعني هل هو له مدخل له مراجع له كذا؟ ما اقدر افتيك حتى ارى الاوراق كامله، اعتذر لك اخوي مصطفى. طيب اقدر اكلمك دكتور وهو يتصل فيك او شيء؟ ما في مشكله، ما في مشكله، خذ بعدين الرقم من المايك كنترول، ما في مشكله. حياك الله، يجزاك خير، شكرا دكتور. يا هلا مصطفى، ارسل له الرقم يا عبد الله يا حمدي. مصطفى عندك مداخله ثانيه؟ على سير يعني ولك ادارك انت، تفضل يا مصطفى. تفضل مصطفى، بفك لك المايك، تفضل فك المايك ما عندك يا مصطفى. مصطفى فك المايك او اقبل الدعوة بفك المايك. طيب الجهة الثانية عندك مشكلة يبدو لي. طيب اخر محاولة معك يا مصطفى، عندك مشكلة. طيب الله يعين عليها بخير يا دكتور. طيب الآن بالنسبة قلنا اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، المؤسسة والشركة، المشكلة اللي في ايش يا دكتور؟ في صوت متداخل معنا، ماشي عندك ولا عندي؟ طيب طيب بالنسبة للمؤسسة طبعا المشكلة اللي تيجي فيها انه اغلب الاشياء تيجي على رقم هوية صاحب المؤسسة، يعني حتى لو في عقار لو في شيء لو في حد تحمل رقم الهوية، وهذه السلبية. لكن في الشركة لا، تيجي على رقم 700 ولا كم ليش هو بس. صحيح. لعل السلبية اللي فيها موضوع المعاملات المالية، موضوع الميزانية، موضوع يعني هذه عقبة فيها كبيرة. صحيح، هنا نسبة المخاطرة عالية كمؤسسة، ولكن كشركة نسبة العمل فيها أعلى وإتقان أكثر. بس زي ما تفضلت من الأول قلت لك إنها مشكلة إن المؤسسات تدخل حتى في الأملاك الخاصة في عقارات وغيرها، إذا سمح الله صار في تنفيذ أو صار في مشكلة أو صار في أي شيء. أما بخصوص الشركات فتنزل على الهوية وتنزل على رأس المال وعلى أي أملاك تيجي على الشركة نفسها. الله يسر مصطفى. المايك عندك مرض يفك يا ولدي. ها فك السلام المايك. عليكم السلام. سلام. المعذرة كثرنا عليكم في الأسئلة، عندنا سؤالين بس باقي. تفضل. السؤال الأول اللي هو عندنا اللي هو عقارات حق ورثة وفيها قصر تقريبا يمكن 4 أو 5 قصر. الورثة اتفقوا يعني على تقسيم التركة. ولكن شو الإجراء عشان الإفراغات؟ يعني هل لازم أنه طبعاً عينوا تصدر لهم شيكات باسم بيت المال، وإذا بلغوا سن الرشد يصرفوها؟ لا، هم ما راح يبيعون، يوزعونها فيما بينه، بس تنزل الصكوك بأسمائهم بنظر القاضي. بنظر القاضي هل ينظر هل في تساوي فعلاً أو ما في تساوي؟ هذه عند القضاء يفصل فيها في محكمة الأحوال الشخصية. هو ياخذون التسعيرة من تسعيرات طبعا موجودة، بس هل يحدد التسعيرات من قبل القاضي نفسه ولا من قبل المكاتب العقارية؟ القاضي يرسل إلى هيئة الخبراء، وهيئة الخبراء تخاطب المكاتب العقارية المختصة وتأتي التسعيرات، وبعد ذلك القاضي ينظر في التوزيع. القاضي اللي ينظر وليس الورثة. مو على يعني الأمر إذا كان في قصة ليس من حق الورثة، لابد أن يكون بحضور القاضي والنظر فيها. في هيئة خاصة للقصر يا دكتور، صحيح؟ صحيح.
الهيئة المدرية في محكمة الأحوال الشخصية محكمة الأسرة. صحيح، واضح يا مصطفى؟ واضح، بس كم هذا يحتاج الإجراء يا شيخ؟ ما يحتاج، يحتاج إلى وكالات شرعية ورفع مطالبة لدى هيئة الأسرة، لدى محكمة الأحوال الشخصية، وتبث فيها مباشرة، ما فيها مشكلة إن شاء الله. السؤال الثاني يا مصطفى. نسيته بس خلنا استحضر. ما عندك مشكلة. أنا أحفظ الإجراءات. طيب. السؤال الثاني. ألخص لك. طيب. تفضل. السؤال الثاني عندي قضية اللي هي فيها مشكلة يعني مع شركة أساس بناء خرسان. فحكموا معنا، صارت يعني معنا القضية وطلب استئناف فيه اللي هو المدعي الآن. طبعا القضية خذت تقريبا 5 سنوات، هل اللي هو أتعاب أقدم عليه من الآن أو بعد ما يحكم من الاستئناف؟ هل الحكم قطعي أو لا؟ لا ما لا. هل الحكم تميز ما تميز؟ لا لا، بعد ما يتميز الحكم ترفع إلى دعوة جديدة أتعاب محاماة وتأخذ أجرتك فيها، تكاليفك فيها. أما إذا كانت عن طريق وكيل شرعي تطلب أجرة الغير، أجرة المثل. فهمت علي؟ وصل السؤال لك؟ والضرر الناتج من أنت قدم دعوة للأضرار المترتبة عليها، تقدم دعوة الأضرار مترتبة عليها، ولكن غالبا لا ينظر للتعويض عندنا في المحاكم، غالبا لا ينظر في التعويضات، ينظر في أصول الحقوق للناس فقط. ولكن أوقات في بعض المعاملات تختلف من معامل هو معامل هو حسب الموقع ما يقول يعني حسب ما يقول القاضي. نعم، هو الموقع استثماري والضرر اللي ننتج خلى الموقع يعني متعطل لمدة 5 سنوات. طيب هذه الكلام كذا اختلف، لابد أن ترفع دعوة بالضرر وتثبت الضرر بالبينات والعقود التي فقدتها، والقضاء ينظر في ذلك. وضحت مصطفى؟ الله يعطيك العافية، شكرا يا مصطفى. سؤال نرجع السؤال الأخير لشيخة قبل أن نقفل يا دكتور. مجموعة من الأخوان وكلوا أخوهم في حصر الإرث وتقسيمه والقيام بالإجراءات كاملة، والأخ وكل شخص آخر واتفق معه مبلغ معين كأجر لعمله. السؤال، من يتحمل دفع هذا المبلغ؟ هل الأخ فقط أو جميع الورثة؟ جميع الورثة. طيب أنا خليني أدخل خاصة سميحة دكتور. بنتي شيخة، والله الأخوة هي اللي تدوم، الفلوس تروح. لو زدت من عندكم عشان أخوكم ما في مشكلة، ترى لا تكون المادة أساس تعاملكم كإخوان، ما دي هو لك ولا لغيرك، بس الأخوة هي التي تدوم، المادة لن تدوم. وإذا مفضل الدكتور جميع الورثة يتحملوا تكاليف عفوا، أنا بتكلم بصفة عامة يا شيخة، ليس لك الله يسعدك. يعني فعلا يعني لما تدخل المادة بين الأخوان يعني كثير، والله يعني أنا في الشرطة، والله يا دكتور الهرج الجميع. طبعا واحد من عيان مكة قبل أن يتوفى طبعا زوج زوجتين، والله الورثة تضاربوا عليه هو لسه ما توفى. يعني إشكال، يعني أشكل من كده نسأل الله السلامة مشكلة. ف يعني لا تكون المادة هي هدفنا، الأخوة هي الأقوى، هي الأبقى، هي الأدوى. يعطيك العافية يا شيخ. دكتور عبد الله الله يزيك خير، إذا ما في سؤال أو مداخلة من الأخوان أتعبناك وأكثرنا عليك واستغرق وقتك الشيء الكثير. نفع الله بك وبعلمك على درب المحبة والأخوة. دائما نلتقي ولا لقاء الأسبوع القادم بسم الله بإذن الله. الله يزيك خير ويكتب أجرك إن شاء الله دكتور. اللهم حياكم الله يا مرحبا. شكرا لك، يعطيك العافية دكتور. سلام. مع السلامة. مع السلامة.